احنا اليوم في ناحية الفضلية اللي تبعد عن مدينة الناصرية 14 كيلومتر. طبعا المدينة صغيرة في مساحتها لكن كبيرة جدا في عطائها وكذلك في ناسها. المدينة زراعية وكذلك سياحية، راح نتجول في هذه الطبيعة الجميلة، خليكم ويانا. السلام عليكم. حياك الله خالد، اهلا بك. شلونك ابو رضا؟ والله بخير. ابو رضا احنا وين اليوم؟ احنا بالفرات اليوم. نعم. ايه بالناحيه الفضليه. ناحيه الفضليه. ايش يسمون المنطقه؟ الكوت هاي يسمونها. الكوت يعني. ايه. يوميا ناتجي؟ يوميا، يوم وثاني يوم. هنا انا موجود هنا. تجي تسوي؟ اذب سليه هاي. نعم عندك سليه. ايه هاي وذن السمك. نعم. ايه. الصيد يعني سمكه جاي له؟ يوم بيها اليوم ماكو، هو هذا الفرات. يوميا من يا ساعه تبدي بعملك له ساعه؟ ست مرات الصبح للعصر. نعم. للظهور ارجع. نعم. ايه هو هذا. اكو سمكه برضه هنا؟ والله مرات اكو مرات ما ابي، مرات خير من الله. نعم. ايه شنو السمكه الموجوده هنا؟ هي هاي الحمراء هسه تشوفها قدام عينك، هاي الحمراء. نعم. والشانق وسمتي. نعم. إيه. انت عايش عليها لو تاخذها البيت هاي؟ والله هاي عايش عليها. نعم. بيعها يعني؟ اي والله بيعها. اليوم شنو حصلت تسقيت تقريبا؟ الدنيا 5000 6000. نعم. إيه. عندك عائله انت ابو رضا؟ متزوج عندي ثلاثه اطفال. ايه نعم والله. يومي هنا أنا تجي يوم وثاني يوم مو سوى. نعم. الأجواء شلون هنا هسه؟ خير من الله. نعم. وعلى تخبط. حلو. أي والله. منطقة سياحية هي. أي والله. لا ما يوم ويا أيام مرتاح. أها. أي والله. شلونك مرتاح بشغلك هنا؟ خير من الله. نعم. نعم. سعيد يعني بعملك. والله مرتاح كلش جيد جدا. نعم. أي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جبار شلونك؟ الحمد لله. شخباره؟ اليوم أنت هنا بالفضلية؟ بالفضلية. شو تسوي هنا؟ ندرب الفرس عندنا سباق به. نعم. صان. بس يعني تدريب بالفرس؟ تدريب طالة نفس له. نعم. لها اسم هاي الفرس وشو؟ اي مسمينها ملقبينها رمان. رمان؟ ايه. رمان شنو يعني رمان؟ ليش؟ لقب هيك كمحبة للخيل. نعم. لقب اسماء. نعم. شلون الاجواء هنا بالفضلية؟ الله اجواء ريفية، جو شوية حلو. حلو. تجي تتونس هنا دائما؟ اتونس. يعني هذا خير. نعم. أيوة. انت من الفضلية يعني؟ من الفضلية. نعم. اي نعم. شلون الوضع هنا بالفضلية؟ والوضع زين، هدوء. نعم. مرتاحين. الاجواء كلش حلوة. اجواء حلوة، تجي عوائل من مناطق الولاية تونس هنا. نعم. ايوه. ابو علي انت هنا من الفضلية تجي؟ اي من الفضلية دائما. نعم. اجي هنا. نعم. منطقة هاي شوية هادية وناس تجيها شوية جفن، يعني جو يتغير العالم هنا، ومنطقة ريفية يعني ناس شوية تنفس يعني من الولاية شوية ضنكة. نعم. فتيجي هنا الناس، منطقة حلوة وآمنة، ومنطقة هي هالفضلية منطقة عشارية. نعم. هذا المكان بيه بساتين أشوف بنخيل. إيه بيه بساتين وتعدد يعني حتى فواكه بيه، وناس شوية أكو هم بساتين يعني محتنية ببساتينها وناس طيبة. هي هاي منطقة يسمونها منطقة الكوت الغربي. نعم. تجي دائما وحدك لو أحد وياك؟ أنا أجي ويا عائلتي دائما وأصدقائي، هنا نجي مثلا نتغدى لو فد شيء، ودائما نصعد هنا بالسفن، هنا هم مربوطة نصعد هم ناس. نعم. وكل الناس يعني هسه اكو ناس تجي سفرات من هناك من الناصريه، تجي من سوق الشيوخ كلها تجي هنا دائما. هاي اول شيء منطقه حلوه، وثاني شيء هاي صبابه يعني الناس تجي خاصه بالصيف، هسه شويه جو بارد. نعم. والصيف هنا تجي ناس عوائل هواي كلش هواي. نعم. واتمنى يعني من ناحيه الفضليه ومسؤولين الفضليه انه بس يكون هذا الطريق مثلا يذبون له سبيس حتى الناس او العوائل هم تتنفس شويه، يعدلونه يرتبونه. الى هنا تنتهي جولتنا في ناحيه الفضليه، التقيكم في جولات اخرى، الى اللقاء.